لقاء تواصلي من أجل البوح والحكي والفضفضة لمشاكلنا اليومية في العلاقات الأسرية والغوص في عمق الحياة النفسية والاجتماعية. كلام طيب، فضاء حر لكم مستمعينا الكرام مع الدكتور طيب كريبان. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد أيها الأحباب الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. حديثنا الليلة عن موضوع له علاقة بما يسمى بالسياسة الشرعية. نتحدث عن الحقوق والواجبات بين الراعي والرعية، وننطلق من الحديث النبوي الشريف الذي يقول فيه سيد البشر سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم: ألا كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، فالأمير الذي على الناس راع وهو مسؤول عن رعيته، والرجل على أهل بيته راع وهو مسؤول عنهم، والمرأة راعية على بيت بعلها وولده وهي مسؤولة عنهم، والعبد راع على مال سيده وهو مسؤول عنه، ألا فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. هذا الحديث النبوي الشريف يعطينا مفهوما عاما للراعي والرعية، ولكن نريد في حلقة اليوم أن نركز الضوء عن العلاقة بين الحاكم والمحكوم. إذا نظرنا إلى فلسفة الوجود، نرى بأن الله تعالى حينما خلق هذا الكون خلقه كل شيء فيه منظم وكل شيء فيه منسق. لماذا هذا التنظيم والتنسيق؟ حتى تستمر الحياة في طمأنينة وسكينة، ويبقى العالم كله في أمان. ومن الأمور التي أرادها الله تعالى أن تكون منظمة هي العلاقة بين البشر، علاقة البشر بعضهم ببعض، يعني بين الزوج والزوجة، بين رب العمل والعمال، بين الإخوة والأخوات، بين الجيران، بين عموم الناس. وإلا فإن أرقى مقام في العلاقة البشرية هي العلاقة بين الراعي والرعية. من هو الراعي؟ ننطلق من المنظور الإسلامي. الراعي هو المسؤول الذي كلفه الله تعالى بالإمامة العظمى، كلفه بأن يرعى شؤون شعبه ويتابع أمورهم ويحقق لهم مطالبهم. والرعية اللي هي الشعب أيضا تعرف بأنها وقعت تحت الولاية العامة للراعي، أنها سلمت له القيادة ليسير بها خطوات إلى الأمام. كلما كانت العلاقة بين الراعي والرعية علاقة فيها مودة وفيها رحمة وفيها طاعة وفيها تعاون، هذا مما يؤدي إلى توازن المجتمع ويجعل الحياة فيه طيبة، والناس يعيشون في رخاء وسعادة، خصوصا لما يكون الراعي يحافظ على قيم العدالة ولا يتحيز لفئة دون غيرها. نحن نرى في واقعنا العام، نرى بعض الشعوب تنظر إلى حكامها نظرة ازدراء، يتهمونهم بأنهم مقصرون في واجباتهم، أو أنهم مبددون لثروة الأمة، أو مضيعون لشعوبهم. وبالمقابل نرى بعض الأنظمة الحاكمة أيضا تنظر إلى شعوبها نظرة استعلائية، وتتهمها بأنها جاحدة لا تشكر النعم
ولا تصبر على البلاء. للأسف إذا سادت هذه النظرة فهذا قد يؤدي إلى الاضطرابات، وهو السبب في موجة الفتن التي نراها في بؤر التوتر هنا وهنا وهناك. حينما نرجع إلى الدستور الإسلامي الخالد القرآن الكريم والسنة النبوية، نفهم منه أنه يريد أن تكون العلاقة بين الراعي والرعية أو بين الحاكم والمحكوم تكون علاقة تعاون وعلاقة مودة وعلاقة احترام وتقدير لكي نسير معا في السفينة إلى بر الأمان. من هنا نرى في كتاب الله وسنة نبيه المصطفى صلى الله عليه وسلم أنهم قد وضعوا حقوقا وواجبات متبادلة لإنشاء مجتمعات مستقرة ومطمئنة. من بينها أن من حقوق الراعي أنه يعتقدون بأن الرعية يعتقد بأن الراعي هو 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 الحاكم وهو الخليفة وهو الذي مطالبون بطاعة أوامره، وهذه الطاعة كما بينها النبي صلى الله عليه وسلم ينبغي أن تكون ظاهرا وباطنا من القلب، لما قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. قيل أن هذه الآية نزلت في الرعية، عليهم أن يطيعوا أولي الأمر إلا أن يأمرهم بمعصية، لأن الطاعة هي مشروطة بأن يكون الحاكم يسير وفق منهج الله. قال صلى الله عليه وسلم السمع والطاعة حق على المرء المسلم فيما أحب أو كره ما لم يؤمر بمعصية، فإذا أمر بمعصية فلا سمع عليه ولا طاعة. فالرعية تطيع خليفتها ظاهرا وباطنا وبصدق حتى يكون المجتمع متوائم ويكون كنسيج واحد ويكون عن منأى عن الفتن والاضطرابات. الأمر الثاني التي سنه القرآن الكريم والسنة النبوية في علاقة الراعي والرعية أو الحاكم والمحكوم أنه احترام مكانة وقدر الحاكم وتوقيره، لابد أن يوقر في نفوسهم ويحترموه لأن الله تعالى أعطاه مكانة، هذه المكانة منحت له، فلا بد أن يعرف الناس في قدرهم. وفي الحديث ليس منا من لم يعظم كبيرنا ويرحم صغيرنا، فلا بد أن يكون هناك تقدير للمكانة وتعظيم لها. ثم على الرعية أن تعين حاكمها على الخير، تعينه على القيام بالأعمال الصالحة التي وكل بها، أنها تساعده وتقدم له الدعم الممكن على تيسير أموره حتى يتمكن من تحصيل النتائج المرجوة. كذلك من هذه الحقوق والواجبات هو تأليف القلوب على طاعته، بأن يؤلف الناس قلوب بعضهم ببعض حتى يكونوا جميعا صفا واحدا وكلمة واحدة، وأنه يذكر بالخير وأنه لا ينتقد إلا إذا كان هناك تجاوز لشريعة الله تعالى، هذا من باب تأليف القلوب على طاعته. وإذا ما قدر الله تعالى وقع له أي خطأ يجب النصح له وتبيين الحق له، ولكن بلطف، فالرعية تنصح حاكمها وولاة أمورها، إنهم بشر، الحكام بشر يخطئون ويصيبون وهم أحوج الناس إلى النصيحة الصادقة، لكن بشرط أن تكون النصيحة بطريقة لبقة ومهذبة. فالنبي المصطفى صلى الله عليه وسلم لما قال الدين النصيحة قلنا لمن يا رسول الله؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم، ولأئمة المسلمين وعامتهم، النصيحة هي عامة وشاملة. ومن الأمور التي سنها الكتاب والسنة في العلاقة الحاكم والرعية هو
عدم الخروج عليهم، لأن ذلك قد يؤدي إلى فرقة المجتمع، يسمى مفارقة جماعة المسلمين، وهذا الأمر قد يؤدي إلى فتن كبيرة. فالسلطان ما دام يقيم الدين ويقيم الصلاة ويعظم الدين في قلبه ويحترم الشرع، فلا بد أن تبقى الموالاة له، كما قال صلى الله عليه وسلم: من فرق الجماعة شبرا فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه. يبقى دائما البيضة تسمى بيضة الإسلام محترمة ومحافظ عليها. ثم من حقوق هذا الراعي على رعيته أن يدعو له بالخير، الدعاء له بالخير في كل مناسبة، الدعاء هو يساعده على تحمل مشاق الحياة وعلى التوفيق في أعماله، لأن الدعاء به يكون الصلاح ويكون الخير للجميع. وسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: خيار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم، خيار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم ويصلون عليكم وتصلون عليهم. المقصود بها الدعاء، الصلاة هنا معناها الدعاء، يصلون عليكم وتصلون عليهم، والشرار وأئمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم وتلعنونهم ويلعنونكم. فمن حقوق الراعي على الرعية هو الدعاء له دوما في المناسبات، دعاء صادق خالص بالقوة بالنصر بالتمكين بالتوفيق. أيضا من حقوقه الصبر على ما قد يقع منه من خطأ أو من جور، لأن يبقى الحاكم بشر لا يخلو من نقص، فقد يتعرض في بعض تصرفاته للخطأ أو قد يقع منه تقصير، فهو بشر، وبالتالي لا ينبغي أن نتتبع هفوات الحاكم وأخطاءه ثم نضخمها ثم نؤلب عليه الناس. فهذا عليه أننا نجد لكل شيء مبرر حتى نحافظ على النظام العام والأمن العام، كما قال صلى الله عليه وسلم: من رأى من أمره شيئا يكرهه فليصبر عليه، فإنه ليس أحد يفارق الجماعة شبرا فيموت إلا مات ميتة جاهلية. كل هذه النصوص التي ذكرناها في السنة النبوية وفي القرآن الكريم غايتها هو جمع الشمل وتأليف القلوب، وأن يكون صفنا صفا واحدا وأمرنا أمرا واحدا وكلمتنا كلمة واحدة. هذا من حقوق الحاكم أو الراعي. أما من حقوق الرعية اللي هي حقوق الشعب، هو أن الحاكم هو يحكم بينهم بشرع الله، هذا في المنظور الإسلامي لابد أن يكون حكمه ينظر في مقاصده العامة، يحكم بشرع الله تعالى ولا يحيد عنه، دائما يستحضر في خطاباته الآيات القرآنية والأحاديث النبوية والتوجيهات العامة لمقاصد الشريعة. ثم يكون هناك النصح للرعية، ففي الخطابات العامة التي يلقيها الراعي كل مرة يوجه لرعيته النصيحة للقيام بشؤون الحياة ومصالحها، ودوما في كلامه هو عنده سمو عالي، يبقى دائما ينظر إلى الأشياء بمنظار فيه سلوك طريق الخير. وأيضا من حقوق الرعية عليه أنه يرفق بهم ولا يكلفهم ما لا يطيقون، فدائما الأحكام التي تجرى تكون دائما قابلة للتطبيق وقابلة للتنفيذ، وأن يرفق بهم ولا يطلب منهم ما لا يستطيعون فعله. ويحرص الحاكم أنه يقيم العدل بين رعيته ولا يميل إلى فئة دون أخرى، ولا يكون أحد له فضل على الآخر، لأن هذا قد يخلق النزاع والشقاق بين الناس. ثم هذه الحقوق أن يتعاون الجميع على المصلحة العامة وعلى حياة تكون مستقرة وتكون آمنة وتكون مطمئنة وتكون سعيدة. طبعا هذا الحكم العام للراعي والرعية هو ينطبق مثله على كل فئة المجتمع،
فكما جاء في الحديث ألا كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، فالأمير الذي على الناس راع وهو مسؤول عن رعيته، والرجل راع على أهل بيته ومسؤول عنهم. أيضا الرجل رب البيت، عنده أسرة وعنده زوجة وعنده عائلة، فلا بد أن يكون نفس الأشياء التي ذكرناها للراعي الكبير تكون لكل واحد منا، يكون رفيقا بأهله ويضمن لهم احترامهم وتقديرهم ويسعى لمصلحتهم ويؤلف بين قلوبهم ويدعون له بالخير ويصبرون عليه إن وقع في خطأ وهكذا. كذلك قال الحديث النبوي الشريف والمرأة راعية على بيت بعلها وولده، وهي مسؤولة عن رعيتها. فالمرأة أيضا هي حاكمة في بيتها، أيضا تلتزم بنفس القضايا التي ذكرناها، نفس المبادئ، يعني نحترم دورها كامرأة تقوم بالشؤون وتدبير قضايا الأسرة وترعى شؤون الأولاد والبنات وتقوم بتهيئة شؤون البيت من غسيل وطبخ وإدارة فنية وغير ذلك. نقدرها، نحترمها، ندعو لها بالخير، نصبر إن أخطأت، ويكون دائما نتعاون على أن نصل إلى بر الأمان. ثم قال والعبد أيضا أو الخادم راع على مال سيده وهو مسؤول عنه، يعني سيدك يعني رئيسك في العمل أو المسؤول عنك هو أيضا علاقة بينك وبينه، علاقة مودة ورحمة وطاعة بالمعروف واحترام وتقدير، وأن تدعو له بالخير وأن تحترم مقامه ولا تتطاول عليه وتدعو له بالخير وبالتوفيق، وبالمقابل هو ينظر إليك بالمودة وبالاحترام وبالعدل والإنصاف ويبذل جهده ليوفر لك حياة راغدة مستقرة. هكذا قال النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم ألا فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فنحن أيها الأحباب الكرام نحتاج إلى هذه القيم والمبادئ لنشعر بأننا نسير إلى بر الأمان ونتجنب الفرقة ونتجنب الاختلاف، بل نحرص على أن نقوي العلاقة فيما بيننا على الاحترام والتقدير والتآخي بين الجميع. هذا سوف يقودنا إلى النصر ويقودنا إلى النجاح ويقودنا إلى تحقيق المصلحة العامة. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يفقهنا في ديننا وأن يبين لنا الخير ونتبعه، ويفقهنا في الشر ونبتعد عنه، ونكون من الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. عدنا إليكم مستمعي الأفاضل وسعداء بهذا اللقاء التواصلي، نبدأه من مكناس مع للا زينب. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا عمي طيب قويبان، وهذا نهار كبير أنني قبضتك وسنين وأنا متبعات، والله العظيم واحد الفرحة لا توصف. بارك الله فيك بنتي. وعمي طيب قويبان هلا خطيك، الله يجازيك بألفي خير، والله يخليك لنا بصح محتاجينك بزاف، أنك تهو الطريق اللي كتمورنا في هذه الحياة رغم بزاف ديال الضغوطات اللي كنعيشوها. شكرا لك، الله يكثر من ذلك، والله يجازيك بألف خير. بارك الله فيك بنتي، أصلح الله شبابك. ربي يخليك عمي طيب قويبان. أنا كان عمي بغيت نهضرك شوية على راسي، أنا في عمري 23 سنة. نعم. ما عرفتش عمي شنو واقع لي، ما عرفتش لدرجة أنني كنحس براسي ما عندي زهر، صافي ضاقت بيا الدنيا، صحتي ما بقاش عجباني بصفة نهائية، مع العلم عمي ما خليت زعما ما درت التحاليل وما عاد كيجاوني غير هاد الصباح كل شيء عندي مزيان، يعني شكل السكر ضغط الدم فقد الدم الحمد لله الصحة ديالي سالمة، لكن أنا كنحس براسي ثقيلة لواحد الدرجة لا توصف، لدرجة أنا ما بقيتش قادرة نستحمل نفسي، أنا ما بقيتش قادرة نهز راسي، رجلي ثقالين، يدي ثقالين، يدي راسي ثقيل، بحال كنحس راسي ما بقاش عندي هدف في الحياة. مع العلم كتجيني شي أوقات كنبغي ندي وعندي طموح وباغا نوصل، لكن اللي غادي نوض ويحقق
ويدير ما كاينش بصفه نهائيه. لا اله الا الله. يعني داك الشيء بحال اللي كنعيشوه في الخيال ديالي، مع العلم راني خدامه في التعليم، لدرجه رجعت كيوقع لي انني ما بقيتش كنعقل، بحال ما عرفتش كيفاش غنوصف لك عني. طيب كويبان، يعني دابا جات كنمشي بالواقع والسيبي، لا ما بقيتش كنكتب وما كنقيدش، صافي ونسى كل شيء بصفه نهائيه، حتى لما تيجي داك الانسان انني يذكرني بشنو خصني ندير. ماشي بلو صافي الدماغ ديالي حسيت بيه بحال اللي تقفل، ما بقى كيدخل حتى حاجه، ما بقى كيستوعب حتى شي حاجه، يعني ولو غير هضره بسيطه ممكن انني ننسى، حتى دوز عليها واحد ساعه المقاله ساعتين المقاله ممكن انني ننسى الحدث بصفه نهائيه، سواء انه كان زوين سواء انه كان خايب. نعم، بنتي زينب تبارك الله دابا انت 23 سنه وخدامه في قطاع التعليم. نعم 26 سنة خدامة في قطاع التعليم. نسولك يا بنتي، واش سبق لي تخطبتي؟ عشتي الحياة العاطفية؟ نهائيا عمي طيب، لا ما تخطبت، ولكن كنت في واحد العلاقة مع واحد الشخص. واليوم هذا انا مازال هذه دابا لمدة 5 سنوات كنطلب الله سبحانه وتعالى زعما انه يدينا شي تاويد الخير، يعني فيما كنبغيو اننا نجمعوا الا وكيخرج لنا واحد الحادث، كتخرج شي مشكلة، كيخرج شي حاجة من الجنب. ما فهمت، وحتى انا نفسيا كنحس براسي ما عرفتش بحال اللي ما بقاش عندي ذاك رحيق الحياه، يعني واحد الهدف معين انني نوصل له، واحد صافي حد قربت هذه الخدمه صافي بقيت في المكان ديالي. دابا صحتي ما بقاش عندي انني نخوش حتى انا ندير لاصال، كنبغي ندير شي حوايج، عندي بزاف الحوايج ولكن اللي غينوض ويدير ذاك الاهداف ويحققهم. نعم. بحال اللي كنبقى كنسى غير بلاصتي، ومع العلم انا مضابه في الدماغ ديالي الداخل خاصني ندير، وكيجيني شي بعض المرات كتجيني كنوقف وكنبغي ندير، بحال اللي كنتشجع حتى كدوز واحد الساعتين ولا 3 ساعات صافي بحال اللي كتموت لي هذاك الرغبه. لا اله الا الله، الله يحفظك بنتي. ما ودابا المشكل الوحيد اللي مداونجيني هو انني ما علاش رجعت كنسى. لا اله الا الله، علاش ما بقيتش كنستاجب؟ علاش صافي بحال اللي تقول صافي خصني غير كنجي من داك المدرسه للدار صافي نص نهار ثاني كندوزو كله غير نعاس، ومع العلم انني ما كنموتش هي هذه، كنوض مساليه مدقدقه، يعني كنت كنقول يا ريت كون بقيت فايقه احسن ما نعس. رغم ان الفحوصات والتحاليل الطبيه قالت لك بانك انت سليمه بدنيا جسديا. الحمد لله، اللهم لك الحمد، ما عندي حتى حاجه، الصحة ديالي صافية جدا، لكن أنا شنو واقع لي ما الله به عالم. الله يشافيك بنتي ويحفظك. الله يكرمك. بحال اللي ما كنحس براسي ملي كنكون خارجة في الشارع بحال اللي ما الدنيا فيها حاد، رغم زعما الحمد لله أنا قارية أنا واعية أنا جميلة اللهم لك الحمد، كنعتني في روحي كنعتني براسي، كنخرج بين دم نقي متحجبة، يعني الحمد لله والشكر لله، وخا هكاك يعني كنبقى ماشية جاية كأنني ما كنمشي ما كنجي حتى واحد ما كاين. لا إله إلا الله، الله يحفظك بنتي، الله يحفظك بنتي زينب. ايه ولا اله الا الله محمد رسول الله، وشكرا لك بنتي زينب، كنشكرك الشكر الجزيل. وعافاك عمي طيب كويبان، قول لي شنو دير، قول لي قني شبانه ما ساعبودين، خصوصا اننا الحمد لله مقبلين على اشهر مباركه اللي هي رجب وشعبان ورمضان، ما بقى لي والو باذن الله. نعم. يدخل علينا جميعا وبطول العمر الجميع يا رب. دعي معايا انا ربي يرزقني شي زوج صالح يا رب، جمعنا انا وهذا الشخص يا ربي في مقاريب، ودعي لي مع الوالده ديالي ومع اختي ربي يرزقها الدويه الصالحه يا رب يا رب. بارك الله فيك بنتي زينب، شكرا لك انك فتحت لنا قلبك وحكيت لنا واحد الواقع كتعيشيه، ربما كاين فتيات كثيرات مثلك عندهم نفس المعاناه. زينب قالت بانها التحاليل الطبيه وجميع الفحوصات كتقول بانها سليمه. حينما نصاب بحاله هكذا اول ما نقصد كنقصدوا الجانب الطبي، كنحاولوا نعرفوا اشنا هي النقصان اللي عندنا في الذات، لكن اذا فوجئنا بان جسديا ثبت طبيا باننا سليمين كنقولوا بان المشكل قد يكون في النفس وليس في الجسد، قد يتسرب الى انفسنا. الاكتئاب هو مرض بحال الفيروس كيتسرب الى النفس البشريه، ومن ثم يتآكل عندك ما يسمى برحيق الحياه. رحيق الحياه واحد الماده في جسمنا كتعطيك دائما الرغبه في الحياه
والإقبال على الحياة، وكتكون نشيط مبتسم وعندك الرغبة في الطعام والرغبة في النوم والرغبة في الكلام والرغبة في العلاقات مع الناس. لكن إذا قلت هذه المادة رحيق الحياة كيعود الإنسان منكمش، ما عنده لا رغبة في الكلام ولا رغبة في الطعام، وفي النوم يشعر بكثير من المعاناة. فإذا كان الجانب النفسي أيضا سليم، قد يكون المشكل في الجانب الروحي. يبدو من الكلام اللي قلت يا بنتي زينب، قلت بأنك ما عندك زهر وأنك كتمشي في الشارع وحتى واحد ما كينظر لك، هذه علامة على أنك غير منظورة. الإنسان الغير المنظور مع أنه عنده صفات اللي هي محبوبة، يعني شابة في السن ديالك 29 سنة ومدرسة ومحتجبة وبنت عائلة، يعني هذا مطبع، مطبع لكل شاب يبحث عن زوجة. لو بروفيل ديال معظم الشباب كنعرفهم كيقلب دائما على فتاة شابة وتكون كتشتغل في قطاع التعليم، كيقول لك غتربي لي ولادي مزيان وغتكون هي مثقفة وغتكون عندها درجة عالية من الوعي وعندها العطال وعندها كذا دائما. والنساء اللي كانوا في التعليم بواحد السرعة كيلقاو الخطبة وكيدخلوا للبيت الزوجية. فهنا أكثر من علامة استفهام، لماذا بنتي وقع لك هذا؟ ربما والعلم عند الله سبحانه وتعالى، نحن نحكم بالظاهر والله يتولى السرائر. قد تكونين غير منظورة لأن هناك من يتعرض للحسد أو يتعرض للعين. ربما هذا الكلام كاين اللي ما كيقبلوش، ولكن هي الحقيقة. عدد كبير ديال الناس اللي عندهم معاناة، وكنحاول نعاشرهم ونتلقى بهم ونعرف بالضبط شنو هو المشكل اللي عندهم. وبعد بحث مضني كتلقى المشكل بسيط، وهو أنه معرض للعين أو محسود. ربنا سبحانه وتعالى في كتابه العزيز قال لنا من شر حاسد إذا حسد. فلانة شابة في مقتبل العمر، وفلانة نجحت في الامتحان ديال التعليم وسعداتها، ودخلات للتعليم وتوظفات قريب لدارهم وسعداتها، وعندها كذا وكذا. هذه الأمور هذه اللي ما كيقولش تبارك الله وما يقولش ما شاء الله، راه مولاك يتصاب بواحد الحالة غريبة. كتجيه الموانع، كتجيه العكوسات، كتلقاه دائما في صراع مع ذاته، وكتكون شابة غير منظورة رغم أنها كتزين وكتلبس مزيان وتكون في أي اجتماع أو تكون في العرس أو في حفل، حتى واحد ما ينظر لها وحتى واحد ما يكلمها، لأن لا تظهر للعيان، غير منظورة. كاين الإنسان المنظور إذا كان جالس مع الجماعة كل شيء ينظر إليه، كل شيء بغي يتكلم معاه، بغي يتصور معاه، بغي ياخذ رقم هاتفه، بغي يدير معاه علاقة طيبة، هذا منظور. وكاين الغير المنظور كتلقاه دائما وأبدا رغم مبالغته في التزين والتظاهر لكنه غير منظور. كيف تفسر هذه الحالة؟ أن الإنسان مسكين مصاب بالحالة الروحية، هذا ماشي المرض النفسي وماشي المرض العضوي، هذا المرض الروحي. أن الإنسان قد يكون محسود وقد يكون معين. والنبي المصطفى صلى الله عليه وسلم قال لنا كلكم معين إلا من بورك، إلا من بورك، اللي قال تبارك الله ما شاء الله. كلكم معين، راه عداد ديال الناس إذا قلبنا المتائب ديال الحياة ديالهم، الشمل كيتفرق، الصحة كتقال، الرزق يعود قليل، والمعاناة المستمرة، ركينا من هذا الجانب العين والعياذ بالله. سيدنا يعقوب عليه السلام في القرآن الكريم يحكي ربنا عنه، غادي يقول لولاده يا بني لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة. حيت كانوا أولاد كثر وكانوا على صورة جميلة، ملي كيجتمعوا أولاد من هذوك أولاد يعقوب، فكيتصابوا بالأذى، هذا كيمرض ليه، هذا كيتعرض للانتكاسة، هذا كيوقع ليه كذا، هذه مصائب كتوقع ليه. وفعلا وقعت ليه مصائب سيدنا يعقوب، كيف أن ابنه اللي كان أقرب إلى قلبه يوسف سوف يدخل إبليس إلى قلوب إخوته ويكيدون له كيدا ويرمونه ويحاول التخلص منه، وبدت المعاناة، معاناة كبيرة، حتى إن يعقوب فقد بصره من شدة الحزن. حكايات قرآنية كيحكيها ربنا عز وجل كنستنطوا منها العبرة، وهي أن معينون
كان الانظار متجهه اليهم. بنتي زينب بديتي كتنساي دابا الان، علاش؟ لانك كتبقاي تفكري كثير. ملي كيفكر الانسان في نفس الموضوع كيعاود يفكر فيه مره ثانيه وثالثه ورابعه وكيدور حول نفس الدائره كيتحرقوا لي ليفيزيبل. الدماغ ديالنا فيه واحد الشعيرات راه بحال ليفيزيبل اللي هما يا ارهاف. وملي كتكون كتفكر، هو التفكير جميل، التفكير عباده، والتفكير والتامل فريضه، ولكن لما تفكر في القضايا الكبرى، القضايا النافعه، اما ان تفكر في مشكلتك الوحيده، مشاكل بسيطه يوميه، وتديم التفكير عليها اليوم وغدا وبعده، اليوم وغدا وبعده، اليوم وغدا وبعده، اش كيوقع؟ كيحترقوا دوك الشعيرات، كيعود الانسان عنده بحال النسيان. هذا النسيان اللي عندك بنتي قد يبدو انه غير مجرد الحاله النفسيه متدهوره ومترديه، راه مجرد انك تشعري بالطمانينه والسكينه غتلقاي بان الدماغ ديالك غادي فونكسيوني بطريقه اجمل واقوى، وحتى حاجه ما غتنسيها، لن تحتاجين الى ورقه وقلم لتكتبي جميع المعلومات. خلاصه الكلام بنتي زينب، اولا انت راكي عارفه هو ان الانسان خصو يخرج من الدائره، الدائره المغلقه، الدائره المغلقه يخرج منها. حاولي إذا قدرتي أنك تقطعين حبل التفكير. التفكير السلبي حينما يهجم علينا، أول طريقة غنقوم بها بلدوى هو أنني كندير واحد المقص افتراضي وأقطع حبل التفكير. حيت حنا البشر مجرد خط زمن، حنا غير خط زمن، وعدنا الماضي وعدنا الحاضر وعدنا المستقبل. وكاين الإنسان اللي كيبقى يفكر في بعض الأشياء اللي وقعت ليه في الماضي، صدمات أو إخفاقات أو غيرها، وكيكررها اليوم وغدا، أنا ما عندي زهر، أنا لم أكن محظوظ، أنا فاتني هذه الفرصة، وكيبقى يعاودها ويقولها دائما. أش كيوقع عليه هنا؟ كيفرز واحد الهرمون سميتو هرمون الأحزان. وكاين فئة ثانية كيبقى يفكر في المستقبل ويخاف من الأشياء الغير متوقعة، التوقعات اقتصادية واجتماعية ونفسية وعاطفية، أش غادي يوقع من بعد؟ وملي كيفكر تفكير سلبي كيتوقع الأسوأ، كيطلع عنده واحد الهرمون سميتو هرمون الخوف. اللي فكر في الماضي كيطلع عنده هرمون الأحزان، واللي كيفكر في المستقبل سلبيا كيطلع عنده هرمون الخوف. ولجا الخوف مع الحزن كيدمر الجسد، الجسد البشري كيتلقى بحال المطرقة والسندان، كيبدا غادي وكينزل، كتلقى كيذبل. كل مرة كتلقى الإنسان البشرة ديالو فيها ذبول، دغيا شعيرات بيضاء كتخرج في الشعر ديالو الشيب، دغيا كيبدا يكبر، كيهرم، كيتهدم. ربنا سبحانه وتعالى في القرآن الكريم كيوصف أهل الإيمان، كيقول لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. أول حاجة غنقوم بها بنتي هو غنقطع حبل التفكير ديال الماضي السلبي، وغنقطع حبل التفكير ديال المستقبل السلبي، ونخليني في الحاضر، نعيش الآن وأنا حاضر. ربنا عز وجل يقول إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون وأبشروا وأبشروا. المؤمن دائما من صفاته كل صباح إذا استيقظ يستبشر، لا يحتاج إلى فيتامينات خارجية، كنقولوا فرحنا بالله، غير كنستيقظ صباحا كنفرح وكنسعد بأن الله تعالى منحني حياة جديدة، حياة متجددة، الحمد لله الذي أحيانا بعد أن أماتنا وإليه النشور. كنقولها ونعاودها، سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا قلوها أربع مرات، الحمد لله الذي أحيانا بعد أن أماتنا وإليه النشور. وكيستقر في قلبي كما يسمى بالعبارة، كيقول الصالحون فرحون بالله، أنا فرحان اليوم. علاش فرحان؟ واش كاين شي عطلة؟ واش كاين شي مناسبة؟ واش عندك شي ترقية؟ واش عندك شي امتياز؟ لا، أنا فرحان، فرحون بالله، مادام أنا عندي رب اسمه الكريم واسمه الجواد واسمه اللطيف، وهو يسمعني وهو يستجيب دعوتي وهو يعتني بي، وحينما يكون بلاء هو يباهي بي الملائكة في السماء. أنا ذاك كنشعر بالفرحة والسرور، وكنتخلص من هذا الشعور السلبي. راه ممكن أننا نعالج أنفسنا من غير دواء، وحتى الأطباء النفسيين الشاطرين أنهم كيعالجوا المريض ديالهم غير بالكلام الجميل، حيت حنا بشر أحسن دواء يعالجنا هو الكلام الجميل.
ربنا عز وجل قال وكلمة طيب ومثل كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. قل عن نفسك كلام جميل، انظر إلى نفسك في المرآة. كان سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم في الصباح لما ينظر إلى نفسه في المرآة يلقى وجهه جميل وهيئته جميلة، كان يقول الحمد لله الذي أحسن خلقتي، وكيعاود يقول اللهم كما أحسنت خلقتي حسن خلقي. كيكون دائما مستبشر مستبشر. ثم بعد ذلك غنتفكروا واحد المقولة اللي قالها الصلحاء السابقين منهم ابن عطاء الله السكندري، قال لك مقامك حيث أقامك، مقامك حيث أقامك. انظر أين أقامك الله. أنت يا بنتي ربي عز وجل أقامك في أعظم مهنة في النظام الكوني، وهي نعمة التربية والتعليم. أحسن وظيفة على الإطلاق هي وظيفة التربية والتعليم، رغم مرها ورغم مشاكلها، ولكن تبقى هي أرفع وظيفة. كتقوم بالاستثمار في تربية البشر مما يغنيك عن الغنى في الحجر، أعظم وظيفة. فأنت محظوظة أنك اشتغلت في واحد القطاع جميل رغم متاعبه، ولكن بالنظر إلى أهدافه ومقاصده السامية فأنت محظوظة جدا. قد يكون النقص دخل إليك كما قلت بالحسد والعين دائما وأبدا في الصباح والمساء، غير كنشعر بأنني هذه الحالة ممكن أي واحد فينا يشعر بها، غير كتشعر بأنك بديت كتأزم كتعرف بأنك معين بحال الزكام مثلا أو أي مرض، غير كتشعر بالعطاس كتقول راه ضربني البرد خصني ندير لي فاكسان أو ندير أي حاجة مضادة مضادات حيوية. كذلك ملي كتشعر هذه الحالة اللي قلت لنا الآن فيها نوع من الاكتئاب وما عندي زهار والعقل ديالي كيتوقف، هذا معنى أنك مرصودة. والمرصود ماذا يفعل؟ هو أنه عند شروق الشمس وعند غروبها يردد دوما الإخلاص والمعوذات. وقد سبق أن شرحنا أسباب نزول سورة الإخلاص والمعوذات، لأن السبب ديالهم أن سيدنا النبي نفسه تعرض للبلاء، فنزلت هذه الآيات أنها تفوق كل شيء. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب. الغاسق إذا وقب هو اللي كيشتغل بالليل كيدير أعمال شيطانية بالليل. ومن شر النفاثات في العقد، هما السحرة اللي كيديروا العقدة، عقدة في عقدة وكينفتوا فيها باش تعقد ديك الحياة. ومن شر حاسد إذا حسد، داك اللي جالس في الدار ومراقبك فين وصلتي فين مشيتي شحال كسبتي وساداتو راه وصل وقطع البحر. كتلقى مسكين هذاك الإنسان اللي مرصود هكذا، كتلقى حياته عادات. كنعرف نساء فاضلات بقوا بلا زواج، وعدد النساء كنعرفهم تزوجوا وقع لهم الطلاق، وعدد منهم وقع لهم والسبب هكذا. هذه الأسباب ملي كتحاول تحلل واش، لأن عندهم وعي، درجة وعي كتار منا، عندهم الوعي بالحياة، عارفين شنو هي أسباب النجاح، ولكن داكشي فوق الطاقة ديالك، فوق الفكر ديالك العلمي. فبنتي اللي كان مرصود بكل بساطة كان قرأ الإخلاص والمعوذات. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس. شوف هنا ربي غادي يستعد ثلاث مرات، شوف باش تعرف الخطورة ديالها. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس ثلاث مرات. من نشر، لماذا يستعد الله تعالى؟ من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. معنى هذا أن هذا الإنسان رمى عنده لا سحر، ما عنده لا عين، ما عنده لا حسد، وإنما هو عنده مشكل آخر داخلي مش خارجي، مشكل ديال الوسواس الخناس، أن تتسلط عليك روح خبيثة وكتدخل معك بحال الخيال، وكتنعس معك في الفراش وتأكل من طعامك وعيش معك، وهي مهمتها أنك تخليك ماشي اجتماعي، ما عندكش علاقة مع الآخرين، وأول ما تفكر به أنها ما تكونش عندك علاقة عاطفية مع أي إنسان آخر، ما يسمى بالوسادة الخالية. كلما كان بجانبك وسادة خالية فأنت ملكها. هذا من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس.
ارواح خبيثه كتوسوس في الداخل ديال الانسان، كتعطي دائما افكار ظلاميه، كتسبقوا دائما الافكار اللي هي فيها العجز وفيها الفشل، وهي غير حقيقيه، هو غير مجرد انطباع او احساس نفسي، ولكن هو في الاصل وسوسه شيطانيه. ربي قال، ربنا قال لنا استعيدوا من هذا، عندكم منه، هذا راه خطير، راه كاين اللي ما غيامنش به وكاين اللي كيقول لك هذا خرافه، ولكن ربنا سبحانه وتعالى خالقنا وصانعنا هو اللي قالوا في كتابه العزيز: قل اعوذ برب الناس، ملك الناس، اله الناس، من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. كيدخل الصدر ديالك وكيبقى يوسوس وكيقول لك هذه كينا وهذه ما كينا وهذه فاعلة وهذه تاركة، وكيخليك دائما ايزولي، كيخليك دائما منعزل عن الآخرين ليتفرد بك ولكي يفترس اللي بغى. واش كياكل منك؟ كما ذكرتي كياكل منك المادة المسماة رحيق الحياة، هو كيتغدى عليها، بحال ديك النحلة اللي كتمشي للوردة وكتاخذ منها الرحيق ديال الوردة، رحيق الورود والأزهار، النحلة منه كتصنع العسل. كذلك هؤلاء الأرواح الخبيثة كيتسلطوا بالإنسان وكيبقى يمصوا منه المادة ديال رحيق الحياة، وكيعود دائما هزيل، وكيعود فينيون، وكيعود غير قادر على العمل، يعني ما قادرش ينوض يخدم، ما قادرش يقوم يدير كذا، معنى هذا نقص عنده ما يسمى برحيق الحياة. اش خصو يدير؟ غادي يعمر، غيدير تيلي شارجومون. الذات ديالنا راه هي بحال الباتري، فيها شارجومون وديشارجومون. غنبدا دائما نركز على العبادات اللي قالها لي مولانا سبحانه وتعالى. الوضوء سلاح المؤمن، هكذا قال النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم. الوضوء سلاح المؤمن، ملي بغي نتوضا نستحضر انني كنتوضا راه كنحيد جميع المؤثرات الخبيثه من جسمي، كنتخلص منها. عند الصلاة ملي نسمع الله أكبر، أول وقت الصلاة ليس كأوسطه وليس كآخره، كاين اللي كيأخر الصلاة حتى دو الساعة ساعتين، كاين اللي كيجمع حتى الليل بعذر أن عنده العمل، ولكن الأجر والثواب ماشي بحال بحال، والتأثير ليس سواء. الصلاة في أول وقتها عندها واحد التأثير عميق على النفس، وكلما تأخرت ينقص تأثيرها. ثم الصلاة بخشوع واطمئنان عندها أثر أعظم بخلاف اللي كيصلي وعقله شارد. ثم الصلاة في المسجد مع الجماعة لها فضل وكرم أعظم، هذه من باب العلاج. الإنسان اللي كيكون عنده الأمراض النفسية كنقول له حافظ على الصلوات الخمس في وقتها مع الجماعة. والصلحاء من علماء الأمة كانوا منذ زمان ابتكروا، لا أقول ابتدعوا، أقول ابتكروا، حتى البدعة كتكون في أصل الدين، غايته هدم الدين، والابتكار هو أساليب تربوية أو علاجية. من الأمور اللي ابتكرها علماء الأمة المغربية هو قراءة الحزب جماعيا. هذه القراءة ديال الحزب الجماعية راه من أنفع طرق العلاج. راه اللي شتي عنده أمراض نفسية وكيقول لك خصني كذا كذا، قول لي غير حضر للمسجد وصلي مع الفجر ومع المغرب، وحضر الحزب الراتب، دخل وسط طلبة القرآن. كانوا المساجد ديالنا أيام زمان كتلقى المسجد فيه عند غروب الشمس وعند شروقها كتلقى الناس كيقراوا الحزب، فيه العشرات تاع الناس، العشرات طلبه وكيكون الفقيه وكيكونوا الحزابه وعاد عموم الناس والاطفال الصغار. كتلقى لك كتسمع، انا كنذكر وانا صغير جدا كنا نسكن بالمدينه القديمه بالدار البيضاء بالقرب من المسجد الحسن الثاني، وكان ديك المنطقه عامره بالمساجد، وفي الصباح ديال الفجر كتسمع ازيز كأزيز النحل، المساجد كلها فيها قراءة القرآن الكريم. وحنا الصغار كنمشيو وعمرك ما كتشعر بالأمراض النفسية، وكنستحضر جميع من كانوا يحضرون هناك كتلقاهم ديما فرحانين وديما ناشطين، رغم الفقر ورغم قلة اليد، وديما فرحان وما كيعرفش شنو هو الفقر، ما كيعرفش شنو هو التعاسة، ديما فرحان، ديما واكل، ديما شارب. دازت سنين طويلة، ولكن فيما بعد ذكر بأن هذا بدعة وانه لا يجوز وانه كذا وكذا، فالناس دوك يتخلوا على هذا العمل التربوي. ومن بعد كتلقى غير الفقيه مع جوج حزابه كيقراوا ما تيسر، والناس على برا يتكلمون في كره القدم ويتكلمون في قضايا دنيويه، وضيعوا هذا الفضل العظيم المبارك. فمن اهم اسباب العلاج، وهذا مجرب، هو انك تدخل في واحد الحلقه ديال القران الكريم،
هما كيقراو المصحف وانت قرا معاهم وغتشوف البركه والتاثير ديالها. ثم الانسان يحرص على انه يتصدق صدقه، لان الصدقه تدفع البلاء. قال صلى الله عليه وسلم: داووا مرضاكم بالصدقه. المؤمن ملي كيشعر بانه مريض اول ما يقصده هو كيقول مالين الدار جيبوا واحد البركه، اعطوا واحد الصدقه. هكذا كانوا كيفعلوا الناس ايام زمان. كنذكر فيما كتبان في العائله شي مرض او شي بليه كيقولوا وهاد السيمانه غنديروا صدقه، اما كيديروا قصعه ديال الكسكس ويدعى اليها الجيران والضعفاء من الناس، او نخرجوا العتبه ديال الجامع، او نعطوها لبعض العمال. خير الصدقه، الصدقه داووا مرضاكم بالصدقات، او يعطيها نقدا. الان ما بقاش هذا الفكر، هذا فكر ولا كيبان تاريخي وتقاليد قديمه جدا، وهو فعال. ديما نفكر يكون عندي واحد الرصيد ديال الصدقه نجعلك دفع للبلاء. ثم بعد كل هذا الانسان ملي كيشعر بان الابواب كلها مغلقه كيبقى لي الحل الكبير والعظيم والجبار. ما هو؟ هو انه يقوم الليل. هذه احسن طريقه واسهل طريقه واسرع طريقه. اي حاجه بغيتيها وتنفذ وتوقع، وهذا الشيء مجرب عشناه بشكل غريب، انك تستيقظ في وقت الغفله. والناس نيام، وقت الغفله هو الثلث الاخير من الليل. صعيب باش تفيق، كتبغي تفيق يقول لك ابليس نعس، غدا تبعك العمل وعندك تماره وعندك مسؤوليات وغيطير لك النوم. الا قدرتي انتصرتي على نفسك وعلى ابليسك، حيت كل واحد فينا عنده ابليسه، كل واحد عنده شيطانه خاص به قارنه. كاين اللي قارنه مؤمن كيقول لك نوض وترنم لله الواحد الاحد، وكيك يقول لك وتنعس نعس ارقد، وكتنعس وكتضيع الخير. الا قدرتي انك ولو مره في الاسبوع تستيقظ في الويكاند، تستيقظ في هذه الفتره ديال الثلث الاخير من الليل، 3 الصباح 4 الصباح، وكنتوضى وكنوقف بين يدي مولاي واناجيه. ربنا يسبقنا، هو يناجينا. ينزل كل ليله الى السماء الدنيا نزولا يليق بجلاله وكماله، فيقول: هل من داع فاستجيب له؟ هل من صاحب حاجه فاقضيها له؟ هل من مستغفر فاغفر له؟ هل ربنا هو سبحانه وتعالى ينادي علينا، احنا رقود ونيام وفي غفله. احسن طريقه، وربما هذه فائده لجميع الساده المستمعين، اللي كيقلب على وظيفه، اللي كيقلب على زوجه او كتقلب على زوج، اللي كيقلب على سكن، اللي كيقلب على فرصه للسفر خارج ارض الوطن، اللي كيقلب على حظوه بين الناس، اللي كيقلب على صحه وعافيه جيده. اذا كنت تبحث عن اي شيء مفقود فانك ستنال المطلوب. بماذا؟ بقيام الليل بكل بساطه. لست ادري لماذا الناس متعبين، لماذا الناس يبحثون عن اشيائهم الضائعه هنا وهنا وهناك، مع ان الله تعالى هو جل علاه يعرض علينا كل ليله مطالبنا وكيقول لنا راه هي مقضيه، ولكن نحن نغفل. فبنتي زينب تبارك الله عليك، ما نخافش عليك، انت هذا غير ابتلاء مريتي به، وهذا السن ديال الشباب معروف كاين اللي كيمر به صعيب شيئا ما، اكثر من سن المراهقه. المراهقه كتكون في 16 17 18، وهذا في العشرينات كتكون في مواجهه صعوبات الحياه ومواجهه المجتمع. هذه مرحله ايضا صعيبه ديال الاواخر العشرينات، غتمر ان شاء الله بسلام، وقريبا غتواصلي معنا وتقولي بان ربي عز وجل صوب لك تصويبه ربانيه. نسال الله تعالى الواحد الاحد ان يشافيك من كل داء وسقم وعله. نسال الله الواحد الاحد ان يفتح لك ابواب التيسير وابواب الفرج. اسال الله الواحد الاحد ان يختار لك زوجا صالحا مصلحا. اللهم يا واحد يا احد يا فرد يا صمد يا من لا صاحبه له ولا ولد، ارزق للا زينب صاحبا وولد، ارزق زوجا صالحا وتعيش معه بالسعاده والهنا، وارزق منه ذريه طيبه. اللهم عجل لها بالفرج، اللهم اجعل هذه الليله اخر احزانها وهمها، واجعل الايام المقبله كلها بالافراح والمسرات والمكرمات، انك سميع قريب مجيب. كل من قال امين اسال الله تعالى ان يحقق له ما في نفسه وضميره. قولوا معنا جميعا امين. آمين آمين يا رب العالمين.
ونتحول إلى إقليم الجديدة مع نالا اللبهيجة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. عليكم السلام. أهلا بنتي بهيجة، يا مرحبا. شكرا شكرا دكتور، أنا فرحانة بزاف لأني شدي الخط هذا النهار، أنا من المحظوظين في هذه الليلة. الله يجزيك بخير دكتور علينا. بارك الله فيك بنتي، جزاك الله ألف خير. الله يبارك فيك دكتور. دكتور أنا بغيت غير نعرف منك، الله يجزيك بخير، أنا عندي وليدات، هم عندي جوج وليدات وبنية، وكنرقيهم ولكن هما كبروا باش نبقى نرقيهم، هما ملي كانوا صغار كانوا كيتقبلوا منك الرقيه، ودابا ملي كبروا ما بقيتش كنعرف كيفاش ترقي ولدك وهو بعيد منك. لا اله الا الله، لا اله الا الله، الله يحفظهم للجميع. هما دابا الوليدات الله يهديهم ما كيبغيوش، راك عارف الوليدات هاد الجيل شويه مع الصاله وهذا، راهم دابا راه كنهضر كان على 24 عام 26 عام، راهم تبارك الله كبروا. تبارك الله، الله يصلحهم يا رب. الطلب ديالي هو كيفاش نرقيهم، والله يجازيك بخير، انا من كثره ما كنخاف عليهم مرض في صحتي، يعني ملي كان بحال كنخاف عليهم، وليت كنخاف بزاف من العين، كنخاف ما كنتمتعش باللحظه اللي كتكون زوينه معاهم، غير خايفه عليهم، ما كنبغيهمش يخرجوا معايا، ما نبغيهمش في شي بلاصه، بحال توسوست في هذا المشكل. الله يحفظهم لك جميعا لاله بهيجه، الله يحفظهم. يا ربي امين. ودكتور انا كنطلب منك الدعاء معايا بالشفاء، لاني انا مريضه الحمد لله من امراض العصر، الحمد لله، بغيت الدعاء ديالك يا رب. ومع الزوج ديالي، وبغيتك دكتور دعا لي مع الوالده ومع خوتي وخواتاتي وجميع الناس، الله يسهل على الجميع. ولكن كنطلب منك دكتور الله يخليك وليداتك، لا ما تدع لي مع وليداتي، هما الاولين. يا رحمن يا رحيم، بإذن الله البهيجة، حفظك الله ورعاك الله وأسعدك الله، الله يجعل الحياة في عينك بهيجة يا بهيجة. وسبحان الله العظيم، هذا المشكل اللي عند أختنا بهيجة هو عند عدد كبير من الأمهات. كتقول لك أن وليداتي ربي كرمني بهم ملي كانوا باقين صغار، كانوا تحت يدي، كنعطيهم التوجيه والإرشاد وكياخذوه، وكان نتحكم في السلوك ديالهم وفي طريقة اللعب ديالهم، ولما كبروا الآن انفلتوا، وهذا هي طبيعة الحياة. كان سيدنا عمر ابن الخطاب رضي الله عنه أعطانا واحد برنامج واحد واضح للتربية، قال لك لاعبهم لسبعين، وعلمهم لسبعين، وصاحبهم لسبعين. سبع سنوات الأولى كتكون علاقة اللعب، كتلعب مع وليداتك، وحتى التعليم كيكون باللعب، لأن اللعب كيكون كيفتح النفسية والمدارك عند الطفل الصغير. وسبع سنوات تانية علمهم لسبعين، غير نعلموا الصواب ونعلموا الخير والشر، ونعلموا المهارات والكفايات وكل ما ينفعه في دينه ودنياه. أما السبع سنوات الثالثة يعني ملي كيدخل المراهقة، قال لك صاحبه، ما تحاولش تتعامل معه بنفس الأسلوب ديال الطفولة أو ديال المراهقة. سبع سنوات الثالثة اعتبروا بأنه صار إلى النضج، إلا كانت فتاة أو كان فتى، اعتبرهم بأنهم خرجوا من المراهقة إلى النضج وإلى الفهم وإلى الإدراك، وكون صاحب ديالو. أكيد دلة بهيجة، ولدت اليوم كلهم كيعاني من واحد المعاناة، وهو وسائل التواصل الاجتماعي اللي ولات دابا الآن. هاد الوسائط الاجتماعية ولات كثيرة، ولو مفتونين ولدتنا كلهم مفتون بالهاتف النقال وبالحاسوب وبالتابلت، وكيدخل عوالم. هذه مشكلة كبيرة كيعانوا منها جميع الأباء. كتبغي تحاول ولدك يقترب منك، كل شيء مفتون. هذه فتنة العصر خلت الناس مجموعين وهما متفرقين. ثم من اللي كيدخل لهذاك القنوات، الله أعلم أش كيشوف. كل اللي كيلقى شي حاجة مفيدة، كيلقى فيها منفعة، كيلقى دراسات في الاقتصاد، في السياسة، في القانون، في المجتمع كينتفع بها. وكاين اللي كيمشي غير للتسلية، ها كرة القدم، ها النكات، ها المقالب كذا كذا، كيضحك كيلعب بريء. وكاين اللي كيمشي أشياء مضرة، الله يسترنا ويستركم. لالا بهيجة، أفضل حاجة نحافظوا على الرقية، ماشي الرقية هي نجمعهم ونقرأ عليهم القرآن الكريم. الرقية هي أنواع وأشكال. أولها أننا نحرص على أن نحافظ على الصلوات ولو في البيت. هو المفروض الرجال كيصلوا الصلوات في المسجد،
والنساء في البيت، ولكن في الحالة التربوية راه ممكن تعاوني انت والزوج ديالك، ندير واحد البرنامج هو على الأقل الصلوات الخمس نصليهم جماعة، هذه رقية، نخلقوا ذاك الجو الجميل وقت الصلاة. ملي كنسمعوا المؤذن يؤذن كتقول لهم يلاه وليداتي دابا جاء وقت الصلاة، اللي عنده شي حاجة في يده غادي يوضعها، غنقوموا نتوضاو. كان سيدنا عمر ابن الخطاب رضي الله عنه وكان خليفة المسلمين، كان وقت الصلاة كيدق على جميع الغرف ديال أهل بيته مع الفجر، كيقول لهم الصلاة الصلاة رحمكم الله، الصلاة الصلاة رحمكم الله، وكان كينهرهم بالعصا. ملي قالوا علاش كتفعل هذا؟ قال لهم لأن ربنا عز وجل يقول وامر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، واصطبر عليها، صبر عليهم، خذ معهم مرة باللين مرة بالشدة مرة بالإقناع مرة بكذا. إلى قدرت إلى اللبهيجة أنك تخلي وليداتك جميعا وقت الصلاة تصطفون جميعا صفا واحدا، النساء في الخلف والرجال في الأمام، ورب البيت ديالك زوجك يكون هو الإمام، ونصلوا جماعة. هذه أول رقية. ملي كيجي وقت الوضوء استشعر بأنك غتوضى، غتاخذ ديك السطيله ديال الوضوء، كيفاش كتشدها بيديك وداك كتغترف المياه، هذه العمليه كلها راها مباركه، راه ماشي بحال الغسل العادي، وخا كتستعمل الصابون والمنظفات في الغسل العادي لا قيمه لها، غير نظافه، نظافه كتنتفع بها، اما هذا راه وضوء، راه عباده وطاعه، فيها اجر وثواب عظيم. ثم ياتي وقت الصلاه وكنصطفوا، الصلاه تاخذ منا خمس سبع دقائق، يعني مده قليله لكن اثرها عظيم جدا. المراه وهي وراجلها كيعود الاحترام والتقدير، كتعود المراه كتحترم الراجل لانه امامها، راه امام كيصلي بها، والرجل كيعود يوقر المراه ويعطف عليها لانه لا يليق به انه يتعامل معها بمعامله نازله، خصو يبقى دائما رفيع المقام. هذه الصلاه بوحدها راها كتخلي العائله كلها منظمه، وكلها فيها الاحترام وفيها التقدير وفيها العطف والحنان، والوليدات غيشعروا بانهم حتى بعضياتهم متعاطفين كيصلوا صفا واحدة. هذه مساله تربويه. ثم للبهجه الى قدرتي كل صباح نقرا سوره البقره بصوت مرتفع في البيت، الا كنتي تقريها ولا واحد من افراد الاسره اللي عنده الصوت ويقدر يقرا فبها ونعمت، اذا تعذر نديروا التسجيل. سوره البقره راه مهمه لان الانسان ملي كيهجم عليه الارواح الخبيثه وكيجوا العكوسات وكيجوا الموانع، راه لا مفر لك من انك تشعر بالحمايه اكثر من سوره البقره. لماذا؟ لان فيها اسم الله الاعظم. سوره البقره فيها الاحياء بعد الموت، فيها البركه العظمى. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول البيت الذي تقرا فيه سوره البقره لا يقربه البتره. كتلقى البيت محصن، اللي بغى التحصين ديال البيت والتحصين ديال آل البيت، كاين اللي عنده الله يستنى ويستركم السرقه في البيت، السرقه، كاين عائلات كيلقاو السرقه في البيت فيشك بعضهم في بعض، وفي الاخير كيثبتوا بان حتى واحد ما سرق، ولكن ذاك المتاع فين هو؟ فين مشى؟ راه دخل معاهم الغاشي. كيكون هناك من يسرق. واحد السيد قلت لي هذا الكلام، قال لي هذا حمق وجنون. فلما فتحت له صحيح البخاري و اطلع على حديث أبي هريرة رضي الله عنه لما قال دخلت إلى بيت المال فوجدت رجلا، وجدته يحتو طعاما ومتاعا، فقلت له أيها السارق لم تفعل كذا وكذا؟ لأحملنك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فاستعطف ديبكي، قال لي أنا فقير وعندي عيال، أتركني ما نعاودش مرة ثانية. قال لي هذا بيت مال المسلمين وفي حرمة، قل لي كيف دخلت؟ قال لي غير اسمح لي مابقاش نعاود نجي مرة ثانية. فأبو هريرة لما رأه يستعطف وأخبره بأنه فقير وعنده عيال قال سير الله يسمح. في اليوم الموالي دخل أبو هريرة مرة ثانية إلى بيت المال فوجد نفس الشخص، أنه دير واحد الحزمة وكيعمر فيها الأمتعة وكيعمر فيها الطعام والمتاع، فأمسك به، أنت أيضا مرة أخرى ما تفعل؟ قال لي أرجوك سامحني والله لن أعود، أنا عندي عيال وأنا فقير. أبو هريرة في العطفة قال لي سيدي الله يسامح ما شفنا مارينا. في اليوم الثالث عاود القاه فأمسك به، بغى يبكي عليه مرة ثانية، قال لي والله لن أسامحك، سامحتك المرة الأولى والمرة الثانية غضيت الطرف وتغافلت، لكن هذه المرة لن أسامحك. هذا الشخص الغريب قال لي شوف أنا سأدلك على شيء،
لعلك تسمع. قال لي واخا دير اللي درتي ما غنسمحش لك. قال لي اسمع مني غير هذه الكلمه. قال لي قول. قال لي ارشدك اذا اويت الى فراشك، اذا اويت الى فراشك فاقرا ايه الكرسي، فانه لن يزال عليك من الله حافظ حتى تصبح. ملي تبغي تنعس اقرا ايه الكرسي، لا يزال عليك من الله حافظ حتى تصبح. فابو هريره سمع هذا الكلام باللي كبير، هذا كلام ماشي ديال الصارق، هذا كلام كلام ديال النبوه، كلام ديال الصالحين، وهذا غير صارق. فتعجب فترك سبيله، خلى سبيله، بقى كيفكر ابو هريره. في الصباح من اللي فاق لقى سيدنا النبي ويسولو، سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بادره، قال له يا ابا هريره ماذا فعل اسيرك بالامس؟ فتعجب، قال يا رسول الله كيف عرفت؟ قال لي نعم عرفت، راه نبي. قال لي عجبا يا رسول الله، وجدت ثلاثه ليال يسرق فاخبرني بكلام لست ادري من اين اتى به. قال لي ماذا قال لك يا ابا هريره؟ قال لي اذا اويت الى فراشك فاقرا ايه الكرسي، فانه لن يزال عليك من الله حافظ حتى تصبح. قال لي صدقك يا ابا هريره، صدقك وهو كذوب. اتعلم من يكون اسيرك بالامس؟ قال لي من يكون؟ قال انه شيطان، شيطان يدخل الى البيت ويسرق. وشحال ديال العائلات كنعرفهم وقع الصراع بيناتهم، سرقت بعض الامتعه وكيتهموا فلان وفلان، هما متاكدين ما كاينش اللي غادي يديها، وكاين دائما كيتهموا الخادمه، خادمه هي العنصر الضعيف، وكتقسم لهم باليمين المغلظه انها لم تسرق، وفي الاخر كيتبين بانها لم تسرق. فالانسان اذا قرا ايه الكرسي بالليل وفي الصباح يقرا البقره، البقره راه عظيمه ان شاء الله نفسروها واحد المره يكون عندنا وقت متسع، راه فيها اسم الله الاعظم، فيها اكثر من 290 ايه، وفيها اسم الله اكثر من هذا العدد، ووسط منه كاين اسم الله الاعظم الخفي كاين في سوره البقره، والمحور ديالها هو الاحياء بعد الموت، هذا هو المحور الاساسي، الاحياء يعني شي حاجه صافي فقدنا الياس فيها، صافي فقدنا الامل ويئسنا منها، كيقول لك الله تعالى لا تحزن انا عاود نحيا من جديد. فكل الايات اللي فيها القصص كتكلم على المحور الاساسي الاحياء بعد الموت، بحال في بني اسرائيل اضربوه ببعضها ديال البقره، فكذلك يحيي الله الموتى. ثم لما تكلم سيدنا ابراهيم عن نمرود قال ربي الذي يحيي ويميت، قال انا احيي واميت. وكذلك سيدنا العزير او كالذي مر على قريه وهي خاويه على عروشها قال ان يحيي هذه الله بعد موتها، فاماته الله 100 عام ثم بعثه، قال كم لبث؟ قال لبثت يوما او بعض يوم، قال بل لبثت 100 عام، فانظر الى طعامك وشرابك لم يتسنه، وانظر الى حمارك ولنجعلك آية للناس، وانظر الى العظام كيف ننشرها ثم نكسوها لحما. فلما تبين له قال اعلم ان الله على كل شيء قدير. الاحياء بعد الموت، وبعد سيدنا ابراهيم اللي غيدخل لي الشك واش ربي قادر على انه يبعث وينشر ويحيي، قال ربي أرني كيف تحيي الموتى؟ قال أولم تؤمن؟ قال بلى ولكن ليطمئن قلبي. قال فخذ 4 من الطير فصرهن إليك، ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا، ثم ادعهن ياتينك سعيا، واعلم أن الله عزيز حكيم. أن ذاك سيدنا إبراهيم خضع لله. كل القصص اللي فيها الإحياء فيها البركة. فللا بهيجة إلى ما عرفتي ما تديري، وليدتك إن شاء الله تعالى ديما خلي البقرة تقرأ في البيت، شعليها في الصباح، شعليها في المساء، إذا قدرت تقريها شفهيا كان أفضل وأكرم، وتلقي بأن وليداتك الحمد لله مرضيين، وتلقيهم مهديين، وتلقيهم محفوظين، ولا سافرتي معاهم أو خرجتي معاهم، لن ينتابك هذا الشعور، الشعور بالخوف، هذا كله من تلبيس إبليس، ذاك الخوف الزائد هو الخوف جميل، الخوف هو بحال الفرامل، ربي ركبوا فينا، ولكن لما يتجاوز مداه كتعود حاله مرضيه وكيكون سببه وسوسه. فملي غتقري البقره يخلص ذلك الوسواس الخناس فيك، وبالتالي غتشعري بالطمانينه والسكينه. غير سيري اولادك في رعايه الله، اولادك في حفظ الله، اولادك في عين الله، ربي عز وجل يحفظهم كما حفظ موسى لما قال لامه والقيه في التابوت والقيه في اليم وليلقه اليم في الساحل ياخذه عدو لي وعدو له. واش كاين شي حاجه اكبر من هذه؟
أم موسى عليه السلام ملي ولدت سيدنا موسى وخافت عليه هي خايفة عليه، وقال لها الله تعالى ارميه في الهلك، ديري في التابوت ثم ألقيه في اليم، اليم يعني البحر كبير، وخلي اليم غيديه الموج وغادي يديه عند عدو لي وعدو له، غيمشي عند فرعون، هو فرعون كيقلب عليه هو غيمشي لعنده، ولكن ربي قال وألقيت عليك محبة مني، ألقى عليه محبة فكان محفوظ. أول ما شافته مرات فرعون وكانت حزينة وكان عندها اكتئاب وكانت تغسل أقدامها على الشاطئ وهي حزينة، وفرعون كيتودد لها وبغى غير يفرحها، لأن فرعون رغم الشدة ديالو كان عنده علاقة طيبة مع أمه ومع زوجته، كانت أمه كيقدسها وكيقبل يديها ويقبل رجليها، وكانت مع زوجته كان كيعتبرها الاحترام والتقدير، لكن مع الشعب كان قاسيا. لهذا الله تعالى أمهله فقط لأن عنده حماية ديال أمه وديال زوجة ديالو. فربي عز وجل جعل المحبة ديال هذا الوليد اللي هو موسى في قلب زوجة فرعون، ملي شافته فرحات ودخلت الفرحة إلى قلبها وصدرها، ولكن فرعون أمر بقتله، طلبته قالت لي قرة عين لي ولك، قالت لي نتخذه ولدا، نربيه هذا. فصدق ساكن في دار فرعون وكينعس في الفراش ديال فرعون وما مسه السوء، ما عمر السوء ما مسه، وبقى هكذا بحفظ الله. هذا معنى. وثم قال لها الله تعالى إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين، قال لك آية فيها أمرين ونهيين وبشارتين، لا تخافي ولا تحزني، هادو نهيين، إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين، بشارة غادي يرجع له الوليد، وبشار بأنه غادي يكون رسول من أولي العزم من الرسل. فالإنسان دائما يتوكل على الله ويعتبر بأن الخوف اللي هو زائد عن الحاجة راه غير وسوسة، تخاف تطلع في السنسور، تخاف تطلع في الطائرة، فوبيا ديال كذا، هذا كله غير وسوسة. الخوف اللي هو طبيعي، نخاف ندير يدي في العافية، نخاف نقطع الطريق والإشارة الضوئية الحمراء أو الخضراء كينا، هذا كله خوف طبيعي. ولكن الخوف الآخر لا، حالة مرضية، خليهم في الله، راه محفوظين، هو الحافظ سبحانه وتعالى وهو يتولنا. أسأل الله الواحد الأحد اللبهجة، الله يجعل في قلبك بهجة وسرور، اللهم تعالى يحفظ لك الوليدات ويحفظ لك العائلة ويحفظ لك الأحباب ويسعدك مع الزوج ديالك، وربي يجعلك من الصالحات القانتات. ونطلب الله تعالى جميع السادة المستمعين، الله يحفظ وليداتنا ووليداتكم، الله يجعل بيوتنا وبيوتكم جنة يقرأ فيها القرآن وتقام فيها الصلاة، الله يجعل تعالى حياتنا طيبة مباركة، والله عنا راض غير غضبان. قولوا معنا جميعا آمين 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 يا رب العالمين. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. اللهم يا رب العالمين، يا مجيب الدعوات، يا قاضي الحاجات، نسألك بقولك الكريم الذي قلته في كتابك العزيز بعد بسم الله الرحمن الرحيم، وهو القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون، واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه، فعال لما يريد، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزق من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره، ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها، أليس الله بكاف عبده، ويخوفونك بالذين من دونه، ومن يهن الله فما له من مكرم، ومن يضلل الله فما له من هاد. فاللهم يا رب العالمين اجعل القرآن الكريم لنا نورا وضياء في قلوبنا وعقولنا وأنفسنا، اللهم نور أبصارنا بنور القرآن، ونور أسماعنا بنور القرآن، ونور كلامنا بنور القرآن. اللهم يا ذا الجلال والإكرام اجعل القرآن الكريم لنا في الدنيا مرشدا وفي القبر مؤنسا وإلى الجنة رفيقا.
اللهم ارحمنا بالقرآن، واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا، وعلمنا منه ما جهلنا، وارزقنا تلاوة القرآن آناء الليل وأطراف النهار، واجعلنا لا حجة يوم القيامة يا ذا الجلال والإكرام يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك عيشة هنية، وميتة سوية، ومردا غير مخز ولا فاضح. يا رب إنا نسألك خير المسألة، وخير الدعاء، وخير النجاح، وخير العلم، وخير العمل، وخير الثواب، وخير الحياة، وخير الممات. يا رب يا كريم يا ودود، ثبتنا، ثقل موازيننا، حقق آمالنا، ارفع درجاتنا، تقبل منا صلواتنا، واغفر لنا خطايانا يا رحمن يا رحيم يا رب العالمين. إنا نسألك موجبات رحمتك، وعزائم مغفرتك، والسلامة من كل إثم، والغنيمة من كل بر، والفوز بالجنة، والنجاة من النار. نسألك اللهم العلا من الجنة، أحسن عاقبتنا في الأمور كلها، أجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة يا رب العالمين. يا أكرم الأكرمين، لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا أعنتنا على قضائها برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين. ربنا ظلمنا أنفسنا، وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا اغفر لنا، اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا، واغفر لنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم. ربنا عليك توكلنا، وإليك أنبنا، وإليك المصير. رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا، وللمؤمنين والمؤمنات. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه، عدد معلوماتك ومداد كلماتك، كلما ذكرك وذكره الذاكرون، وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون. صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات، وتقضي لنا بها جميع الحاجات، وتطهرنا بها من جميع السيئات، وترفعنا بها أعلى الدرجات، وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات. آمين آمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.